السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الكرام، هذه 8 أنواع من الأمراض التي تصيب الدواجن. مرض نيوكاسل، يعتبر مرض نيوكاسل هو أخطر أنواع الأمراض الفيروسية التي تصيب الدواجن، كما أنه قد يصيب أنواع أخرى من الطيور مثل الحمام والديك الرومي وبعض أنواع الطيور البرية. كذلك ينتقل مرض نيوكاسل عندما نستنشق طيور هواء محمل بالفيروس من منطقات مصابة بالمرض، وقد ينتقل المرض عن طريق الأعلاف الذي قد تلوث بالفيروس من قبل، ويمكن أن يكون اختلاط ما بين الطيور المصابة وأخرى سليمة هو سبب انتقال هذا المرض الخطير. الأعراض من هذا المرض: قلة الأكل والشعور بالخمول مع نفش الريش للطيور المصابة، حدوث احتقان في أعرف الطيور المصابة، حدوث إسهال لونه أخضر، نزول إفرازات مخاطية من عين والأنف الطيور المصابة، صعوبة التنفس لدى الطيور المصابة، حدوث تواء في الرقبة، حدوث شلل في أجنحة، قلة في إنتاج البيض صغير الحجم ذو قشرة هشة ومرتعشة. الوقاية والعلاج: دعنا نتفق أنهم لا يوجد حتى الآن علاج خاص بمرض نيوكاسل، لكن يمكننا التعامل مع إصابة وتقليل مفعولها عن طريق النقاط التالية: تطهير وتنظيف الأماكن ومساكن الطيور المصابة بالفيروس بشكل جيد، تعقيم كل الأدوات التي تستخدم في التعامل مع الطيور المصابة لمنع حدوث العدوى البكتيرية الثانوية. يمكنك إعطاء الطيور المصابة مضادات حيوية لمدة 5 أيام، تخلص بسرعة من الطيور المصابة بالمرض، وذلك عن طريق ذبحها وحرق جثتها أو دفنها في حفر عميقة، وقاية من المرض ومنع انتشاره بين الطيور السليمة. ولا بد من إعطاء لقاحات مضادة للفيروس مسبب لمرض للطيور السليمة، مرض السلمونية. حدوث تأخر في نمو الطيور وكثرة الوفيات بين الصيصان الصغيرة، قلة إنتاج البيض وانخفاض معدل الخصوبة لدى الطيور المصابة، شعور بالخمور والنعاس بشكل دائم، قلة الرغبة في تناول الطعام، وجود في عملية تنفس، حدود إسهال قد يؤدي إلى وفاة الطيور المصابة بسبب تلوث المنطقة المحيطة بفتحة الشرج. الوقاية والعلاج: التخلص من الصيصان والطيور المصابة بالمرض في عمر 6 سنوات، يتم إعطاء الطيور الموجودة بعض أنواع الأدوية للوقاية من إصابة بالمرض، منع اختلاط الطيور بين أنواعها من الحيوانات الأخرى، عزل قطيع الدجاج فترة معينة قبل إضافة دجاج جديدة للقطيع، وذلك للتأكد من خلوته من إصابة بالمرض، قم بتنظيف وتطهير أماكن تربية الدواجن وكذلك حاضنات البيض بشكل مستمر للحفاظ على نظافتها وخلوها من الأمراض. انفواز الطيور: في السنوات الأخيرة بدأ ينتشر انفلونزا الطيور بشكل دائم واسع في أنحاء مختلفة من العالم. هذا المرض قد يحدث بفعل فيروس انفلونزا A، وذلك يتعشب لعدد 144 نوع مختلف، وهذا فيروس يصيب كل أنواع الطيور، لكنه قد يصيب الإنسان بعض أنواع الثدييات عن طريق العدوى من الطيور المصابة، وتحدث وفيات من هذا المرض بنسب متفاوتة على حسب قوة ونوع المرض. فيروس إنفلونزا الطيور
لا يموت حتى عند تجميع الطيور المصابة، لكنه يبقى مستمر إلى النهاية، لا ولا يخرج إفزازات ولعب ولعب الطيور المصابة. من هنا تنتقل العدوى من الطيور المصابة إلى جميع الطيور السليمة في حالة عدم تخلص بسرعة من تلك الطيور المصابة بالمرض. الأعراض: الشعور بالكسل والخمول وقلة الرغبة في الطعام، صعوبة في عملية التنفس، حدوث تورم بسيط في الوجه، قلة إنتاج البيض، تحول الأرجل، وعرف دواي للطيور المصابة إلى لون أزرق، حدوث تشوه في البيض المنتج، خروج إفزازات مخلوطة بالدم من الأنف. الوقاية والعلاج: مرض إنفلونزا الطيور ليس له نوع محدد من العلاج، لكن يمكن تخفيف عن العدوى وتقليل احتمالية إصابة به عن طريق النقاط التالية. في حالة إصابة بسيطة يتم عزل القطعان السليمة والعمل على تغذيتها بشكل جيد وتطهير أماكن تواجد الطيور بشكل مستمر. في حالة إصابة قوية يتم التخلص من الطيور المصابة عن طريق الحرق أو الدفن في حفر عميقة. للوقاية يتم استخدام بعض اللقاحات التي تقدمها وزارة الزراعة لمربي الدواجن للوقاية من إنفلونزا الطيور. الأمراض الفيروسية: وهي أمراض التي تتسبب بها عدوى ببعض الفيروسات المعدية، وهي تنقسم إلى التهاب الشعب الهوائية المعدي، مرض جونبورو، والمرض الجديري. أمراض البكتيريا: وهي أمراض التي تتسبب فيها بعض أنواع البكتيريا تتمثل في إصابات الميكروبات سلمونية، أو أمراض تنفس مزمن، أو مرض الكوليرا الطيور، أو مرض الزكام المعدي. أمراض طفيلية: وهي تنقسم إلى مرض الكوكسيد يزيد، أو إصابة بالديدان الأسطوانية، أو إصابة بالديدان الشريطية، أو إصابة ببعض الحشرات مثل القمل والقراد والحمى الذي يسبب الجرب. أمراض الفطرية: وهي أمراض التي تتسبب فيها بعض الفطريات مثل مرض القراع ومرض القلاع ومرض التسمم الفطري ومرض الإسبرجيلوسيز. أمراض سوء التغذية: وهي أمراض متعلقة بنقص بعض الفيتامينات في جسم الدواجن، وهي فيتامينات ألف وهاء وكاف وباء المركب، وكذلك نقص بعض الأملاح المعدنية مثل الفوسفور والزنك والمنجيز والكالسيوم. إلى اللقاء وإلى فيديو آخر إن شاء الله.